قراءة في النصيحة الأخيرة، قصة من الأدب الإسلامي، كتبها الشهيد السيد محمد الصدر. المقالة بقلم البروفيسور الدكتور ناظم العبادي. كان شابا طاهرا طيبا، والطهارة تفيض على وجهه، وتشعر بالروح الإسلامية تتحرك في كل مواقفه. كان يأتي بكلمات في الأضواء، المجلة النجفية عام 1380 هجري، ليعالج قضايا لم يكن مجتمع النجف يعالجها آنذاك. هذا وصف السيد محمد حسين فضل الله للسيد الشهيد محمد الصدر رضي الله عنه في شبابه. وحينها كتب الأخير مقالات غير تقليدية في مجلة الأضواء، إضافة إلى قصة رمزية بعنوان النصيحة الأخيرة، والتي تتناولها هذه الدراسة. وقد أعيد نشر القصة في كتاب مقالات الشهيد الصدر في الصحافة النجفية عام 2006 شمسي. بدأ السيد الشهيد بوصف موقع الأحداث، وهي غابة ذات حياة مفعمة ومتنوعة، فكتب: أضفى جو الليل البهيم على الغابة الكثيفة الشجراء جوا أسود فاحما يوحي لما فيها من نبات وحيوان بالوحشة والروعة، ويغير فيها ما كانت تعج به من أوج نشاط الحياة أثناء النهار، يغيره إلى نوع من الصمت الدفين، فلم يعد يسمع خلال هذه الغابة المترامية الأطراف إلا ما تحدثه يد الأشجار من حفيف خفيف يلامس أوتار الأذن برقة وفتور، عندما تلامسه أنامل النسيم الهادئة، وإلا ما يسمع من أجنحة طيور الليل وهي تغادر مكامنها إلى حيث طلب الرزق. عناصر القصة. وقبل التعرض إلى نتاج تفكيك عناصر القصة ومحاولة فهم لمعانيها، يحاول الباحث الإجابة عن تساؤل عن أسباب استخدام الرمزية من قبل الصدر في كتابة القصة، وقبل ذلك مناقشة الأسباب وراء لجوء سماحته إلى كتابة القصة لطرح آرائه القيمة. ويمكن إيجاز عدد من الأطروحات لتفسير هذين الأمرين، وهي: الأطروحة الأولى، واقع التقي المكثف الذي قد عاشه الصدر، والذي منعه من التعبير بصراحة عما يجول في خاطره الطيب، وقد تحدث عن هذا الواقع في لقاء الحنانة، وذكر أنه كان في تقية مكثفة، بل أشد تقية من جميع العراقيين، إلا أن هذه الأطروحة تحتاج إلى تعيين أسباب تلك التقية التي دعت سماحته إلى اللجوء من الكتابة الحوزية إلى كتابة القصة، ثم استخدام الرمزية بدلا من استخدام الخطاب الديني المباشر. والإشكال الأول الذي يوجه إلى هذه الأطروحة أن السيد الشهيد الصدر في ذلك العمر الشبابي لم يكن مستهدفا من الدولة وأجهزتها الأمنية، أي عام 1380 ويوافق عام 1960 ميلادي، أي قبل حوالي 50 عاما، وكان عمره الشريف 17 عاما، أي قبل استشهاد السيد محمد باقر الصدر رضي الله عنه، وفي فترة حكم الثورة الجمهورية وقبل الحكم البعثي الهدام. وفي تلك الفترة الزمنية لم تستهدف الحوزة ورجالاتها، بل هي فترة أمان نسبي من الناحية المادية، لكن الفكرة الدينية في العراق عموما كان مستهدفا من العلمانية وخاصة الماركسيين، وكان الوضع الحوزي مرتبك تجاه التيارات الإلحادية، لذا فإن تفسير لجوء سماحته لكتابة القصة أو اللجوء إلى القصة الرمزية بسبب التقية، هذا التفسير لا يرتقي إلى مستوى التصديق، لأن الوضع العام عموما ليس ضاغطا إلى حد استخدام التقية المكثفة من قبل سماحته في فترة 1380 هجري.